أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن الزانية في الدنيا يحرم من الحور العين في الجنة حتى لو تاب؟ لا يحتاج إلى دليل، الذي في الجنة لا نقوض فيه إلا بدليل. فما الدليل على أن هذا المسلم إذا تاب إلى الله توبة صحيحة أنه يحرم من الحور في الجنة؟ هذا لا دليل عليه. نعم، فيما أعلم